ما ورد عن قلة من الصحابة ثلاثة أو نحوهم من أنهم اعتمروا في شهر رجب لا يدل على استحباب العمرة في شهر رجب. ولذلك عائشة رضي الله عنها أنكرت كما في الصحيحين على ابن عمر لما قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في شهر رجب فسكت رضي الله عنهما عن كلامها مما يدل على أنه رجع. فإيقاع العمرة في شهر رجب لا إشكال، لكن أن يعتقد أن لها فضيلة في هذا الشهر بما يسمى بالعمرة الرجبية أو يخصص هذا الشهر وهو شهر رجب بالعمرة فهذا من البدع. لكن لو أوقعها كما أوقعها بعض الصحابة اتفاقا لا قصدا فلا إشكال في ذلك ولا حرج.